الجلسة السينافية أو في الجلسة السينافية ما بقاوش ما نكذبوش نعرفوها. أول حاجة اللي غنديرو غادي نطلبوا الإفراج على السيد المرة هذه، لأن ماشي نطلب دابا نشوف واش الإفراج واش رفع الثقة التعسفي غادي ندرسوها، لكن الطلب ديالنا هو نحطوا القرار ديال الأمم المتحدة ونقول لهم طلقوا الرجال، هذه لا نقاش فيها باسكو الأمور واضحة. فدعوة المواكبة كي الدعوة ديال عفاف برناني راهي أمام المجلس الأعلى، كاين دعوة اللي معني بهم المحاميين ديال توفيق بوعشرين رومادن أمام القضاء في الدار البيضاء في الرباط وعند هيئة المحامين هنا. فيما يخص الملف كنظن على حسب ما سمعته أن الملف لا زال في رفوف ولا في التيروار ديال السيد الوكيل العام ديال الدار البيضاء، باقي ما عينش الجلسة ديال الاستئناف الأولى على حد. واش بداتي تصرح المؤقت توفيق بوعشرين غادي يهرب؟ ويظهر بيا حجة أنه مجرم، ودا خوانا المغرب راه مجرم فكيتي منه مشى بحالو من المغرب ومن بعد زعما غادي يمشي يدير قنبلات في السفارات ديال المغرب. عنده شركة، عنده مرأة، عنده ديور، عنده عائلة، عنده مستقبله، ما واش ودا خرج من المغرب غادي يرجع معارض اللي غادي يمكن له يواجه الحكومة المغربية مزيان، يواجه الحكومة المغربية مزيان باش الحكومة المغربية تخط الطريق السليم وتسمع الصوت يناديه إلى 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 الطريق المستقيم مزيان. شنو فيها؟ باش نقولوا بأنه شي حاجة ما عرفت واش غادي يهرب بالملايير ما عرفت. على كل حال حنا ما نديوش في الجوهر، أنا مقتنع ببراءته، أي واحد يمكن يكون مقتنع بعكس هذاك شغله، أنا شخصيا مقتنع ببراءته، ماشي هذا موضوع النقاش، موضوع النقاش هو الاعتقاد التعسفي، والاعتقاد التعسفي يجعل له حد بالإفراج عليه، وامتثال أمام القضاء ومحاكمته، حنا لا نناقشوا في هذا، كاين ضحايا عندهم حقوق، قال لك هذا السيد هذا دار لهم، خاصو يتواجه معاهم. يتواجه معهم وخصو يشوفهم وخصو لا نقاش، ولكن تعتقلوا على كل حال انا كنظن القرار كان في محله فيما يخص الاعتقاد التعسفي. كيفية باش تعتقل؟ عدم التحقيق، ما وقع، وخلينا ساكتين. وعلى كل حال انا كنظن بان ملي كيكون شي انسان مقتنع بالحجج اللي عنده وليس من النيابه العامه، ما نعرف ملي كيشكي شي واحد صيفط عند البوليس يعتقله، ما بلاتي اذا كان هذا كذاب واذا كان حماق واذا كان شرب شي اتاي يدوخو بدا كيكتب الكذوب بشويه. كنا تريوت كنديروا البحث كنتاكدوا، كان اللي كيقول لك القاضي هو اللي كيحكم، ما نصدعش راسي مع الشارع. انا كنقول له اللي كيحكم هو الراي العام، انا كنقولها لكم، وما كانت امتي على ضلاله وما اجتمعت امتي على ضلاله النبي صلى الله عليه وسلم. اما 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 اما, أما المسيحيين كيقول لك فوكس بوبولي فوكس ديوس، كيقول لك الكلام اللي هما كيقولوا الشارع اللي هو كلام الشعب ونطق من الله، رد بالكم. وبالتالي ان الراي العام يعبر مهم جدا واقوى بكثير من قول القاضي بكثير، لانه هو القول ديال الناس اللي غادي يعينوا البرلمانيين اللي غادي يحددوا القانون والمصادر ديك القاضي. حنا اول جلسه كنقول للسلطه القضائيه والهيئات انتظروا انه غنبقاو نهار ديال 48 ساعه وحنا كنطلبوا رفع الاعتقال التعسفي او الصرح المؤقت. دابا نشوفوا